السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقعين هيساعدوك جدا في الأبحاث الطبية. مجرد إن أنت تبدأ البرزنتيشن بتاعك تقدر تحط الصور دي كلها موجودة جاهزة في المكتبة، تقدر إن أنت تستخدمه على طول لأي جزء أنت عايزه، حاجات مثلا كيميائية بيولوجية كل اللي أنت عايزه. وده برضو نفس الفكرة، مجرد بس ان انت تعمل سيرش على الحاجة اللي انت عايزها، او تقدر تعمل داونلود لكل السلايد وتقدر ان انت تشوفها زي ما انت عايز.